تأمين حدودنا، عندنا حدود بحدود 660 كيلومتر مع سوريا، وهذه تقريبا تأمنت بشكل نسبي بكاميرات حرارية وتعزيز موجود قيادة قوات الحدود وتوفير المراكز الحدودية والطرق سير العجلات وفرناها. عندنا الحدود الشرقية مع إيران أيضا بحدود 1100 كيلومتر، يعني لا أخرنا أقليم كردستان بحدود 270 كيلومتر، يبقى عندنا بحدود 900 كيلومتر. أيضا هذه الحدود بها مراكز حدودية ومفارز ودوريات على مستوى الهور ومستوى الجبل. إذا استطعنا أن نأمن حدودنا وخاصة حدود الغربية، استطعنا أن نحد من حدود 60 إلى 70% من دخول المخدرات.